رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني تتحدى الصين. But can she exit the agreement and please Washington without making an enemy of Beijing? سنة 2019 كانت إيطاليا أول دولة من دول السبع الكبار تنضم لمبادرة الحزام والطريق، المشروع الطموح بتاع الصين. وبصراحة دي كانت فرصة كبيرة جدا لإيطاليا، ده كفاية اللي حصل لجارتها اليونان بعد ما الصين استحوذت على أحد موانئها سنة 2016. ورغم المخاوف من الاستحواذ ده، إلا أن من بعد الاستحواذ ده ف 13% من التجارة الصينية مرت عبر اليونان، مقارنة ب 2% قبل 7 سنوات فقط من الاستحواذ. فإيطاليا شافت إن مشروع الحزام والطريق فرصة كبيرة جدا ومش لازم تضيعها، فانضمت للصين. الكلام ده سبب صدمة كبيرة لأوروبا وأمريكا، لكن إيطاليا ما اهتمتش. بس في ال4 سنوات اللي فاتوا اتغير فيهم حاجات كتير قوي. كورونا فيروس. The first US case has been detected. This trade war is illegal. So Vladimir Putin finished Ukraine is now a nation at war. اتغير ترامب جزء كبير من سياسات أمريكا الغير مكترثة بأوروبا ومشاكلها. ظهر الوباء والإغلاقات والأزمات الاقتصادية، الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات وأسعار الفايدة المرتفعة، وحاجات كتير بدأت إن هي تقسم العالم لفريقين بشكل واضح وصريح. والكل بدأ يحدد فريقه بما فيهم إيطاليا المجبرة الآن على الاختيار، لأن على نهاية العام الحالي وطبقا للاتفاقيات بين إيطاليا والصين فلازم إيطاليا تعلن موقفها الآن مكملة مع الصين ولا لا. وبغض النظر عن القرار، فإيطاليا مؤخرا أخذت بعض القرارات الهامة اللي البعض بيقول إنها مقدمة للانفصال عن الشراكة الصينية. أهم القرارات دي كان استخدام الحكومة الإيطالية ما يسمى بالقوة الذهبية لإيقاف إحدى الشركات المملوكة للحكومة الصينية عن السيطرة على واحدة من جواهر إيطاليا، شركة بيريلي للإطارات، الشركة اللي عمرها الآن تجاوز 150 سنة ولسه مكملة في ريادتها. الشركة دي كانت خلاص في طريقها الكامل للصين لولا اللي حصل، واللي هنعرف تفاصيله إن شاء الله في حلقة النهاردة. فسريعا كوباية القهوة بتاعتك ركز معي. طيب، في بداية الحلقة أنوه عن قناة التليجرام، خلي القناة دي عندك، أول ما تنزل أي حلقة جديدة هبعت لك الرابط بتاعها على القناة دي، تمام؟ طيب، صناعة الإطارات من زمان وهي مقتصرة على عدد محدود من الشركات الكبيرة، شركات زي جودير الأمريكية، بريدجستون اليابانية، ميشلان الفرنسية، كونتيننتال الألمانية، وبيريلي الإيطالية، وكلهم في تنافس مع بعض. لكن في نهاية الثمانينيات كده شركة بيريلي واللي كانت في المركز الخامس فكرت تلعب لعبة كده تبلع بيها الشركة اللي في المركز الرابع، ودي كانت شركة كونتيننتال الألمانية. وبصراحة ياريتهم عملوا كده، لأن كونتيننتال دي بعد شوية هتجيب إخواتها الكبار ويدوروا الضرب في بيريلي الإيطالي اللي فكر بس إن هو يعمل حاجة كده اسمها الاستحواذ العدائي. يعني وباختصار، بيريلي من سنة 89 بدأت تشتري في أسهم شركة كونتيننتال بدون ما حد يعرف أي حاجة، من خلال أسامي متعددة كده، تجهيزا منها للحظة الاندماج وبلع الشركة الألمانية. وبصراحة بيريلي كانت ناجحة في البداية لدرجة إن هي استحوذت على 38% من الشركة الألمانية دي. ومعلومة هنا هنحتاجها بعد شوية، إن بيريلي عملت غالبية الشراء ده على متوسط سعر سهم 300 مارك ألماني، ما كانش اليورو طلع وقتها، فافتكر الرقم ده أحتاجه منك بعد شوية. المهم، لما بيريلي بقى معاها 38% من الشركة، راح ليوبولد بيريلي سليل عائلة بيريلي اللي أسست الشركة اللي هو ماسكها دي سنة 1873، راح صاحبنا للألمان وبكل ثقة وقوة كده عرض عليهم الاندماج، وشروطه كانت صعبة شوية على الألمان. طبعا هو بيتكلم من منطلق الثقة علشان هو مالي ايده من الموضوع، الموضوع خلصان، راجل واخد 38%. لكن الألمان ما وافقوش، وساعتها قامت شركة كونتيننتال رايحة لدويتشا بنك، اكبر بنك تجاري في ألمانيا، علشان بسرعة يلحقهم قبل ما الشركة الإيطالية تكمل في شراء
غالبية الأسهم. هنا دويتش بانك قام مجمع كبار المستثمرين الألمان وباقي البنوك، وقام جايب كمان شركات السيارات الألمانية مرسيدس بي ام دبليو فولكس فاجن، واللي هتبقى أعمالهم في خطر كبير، لأنهم لو خسروا الشركة دي ساعتها بشكل كبير هيكونوا معتمدين على مورد من الخارج لإطارتهم. فاتجمع عدد كبير من الشركات لمواجهة شركة بيريلي، واشتروا هم أسهم في شركة كونتيننتال علشان يمنعوا بيريلي من السيطرة على أسهم الأغلبية، وقدروا ان هم فعلا ينجحوا في كده. لما نجح الألمان الموضوع اتسرب للعلن، والسوق كله عرف نوايا بيريلي دلوقتي، وانها مش هتقدر تسد أمام التحالف الألماني الكبير ده. وساعتها وضع بيريلي نفسها كشركة كان صعب جدا، وجزء كبير من أموالها واستثماراتها موجودة في الشركة المنافسة ليها، وأعمالها هي كانت بتضرب في كل مكان. فيعني بقى كلها شوية وقت وبيريلي لازم ان هي تبيع الأسهم اللي معاها. وطالما السوق عرف كده، فساعتها لقينا سعر سهم كونتيننتال بدأ ان هو ينزل من 300 مارك لحدود تقريبا 230 مارك ألماني. فبيريلي ما استحملتش الخسارة الكبيرة دي، فبعد سنتين تقريبا على سنة 93 باعت بيريلي كل أسهم كونتيننتال اللي معاها بخسائر تقريبا وصلت 286 مليون دولار. كان رقم كبير جدا جدا وقتها، رقم نتج عنه ان بيريلي نفسها اتدمرت وتم اعادة هيكلتها من جديد، فباعت مصانع في عدة دول حول العالم وخسرت كتير من امبراطوريتها علشان تفضل بس واقفة على رجليها. واضطر ساعتها ليوبولد بيريلي انه يسيب مكانه علشان يتولى الشركة بقى زوج بنته ترونكيتي بروفيرا، اللي قدر بعد سنوات فعلا انه يرجع الشركة مرة تانية لمكانها. وصاحبنا ترونكيتي بروفيرا ده هو ده بقى بطل الصراع الحالي مع الصين، اللي هنلاقيه يعني كان من فترة كده كان عمال يصرخ من شركائه الصينيين، واللي البعض وصفهم انهم بيعملوا في بيريلي اللي بيريلي عملته زمان في كونتيننتال ألمانيا. وده مش مخوف بس ترونكيتي بروفيرا ولا شركة بيريلي لوحدها، لا ده كمان بقى مخوف الحكومة الإيطالية اللي اضطرت ان هي تتدخل علشان تحجم السيطرة الصينية على واحدة من أهم شركاتها. فإزاي ده حصل؟ شوف يا سيدي، بس قبل ما اقولك الاول ازاي وقعت شركة بيريلي في ايدي الصينيين، خليني الاول اقولك معلومة مهمة جدا، ان ترونكيتي بروفيرا ممسكش ادارة الشركة في التسعينيات علشان هو زوج بنت حفيد مؤسس الشركة، لا هو مسك الادارة لانه ومن خلال شركته اللي بيملكها شركة اسمها كونفين كان بيمتلك حصة كبيرة في شركة بيريلي تقريبا 14%، فكان اكبر مساهم فردي وقت، فمن هنا راحت له الإدارة. واسم شركة كونفين ده أنا عاوزك تفتكره علشان نحتاجه في نهاية الحلقة. طيب سنة 2015 كان في شركة صينية اسمها ساينوكيم، الشركة دي استثمرت في بيريلي 7.7 مليار دولار، وحصلت على 37% من الشركة و60% من المقاعد في مجلس الإدارة. وللعلم في شركة صينية تانية تقريبا بتمتلك 9% من الشركة. طبعا الإيطاليين كانوا مفكرين ان طاقة القدر اتفتحت لهم وقتها، هيدخلوا السوق الصيني من أوسع أبوابه. وفعلا يعني بعد كده كان واضح ان بيريلي هي اللي استفادت أكتر من الصفقة دي، لكن دخول الصينيين خوف باقي المستثمرين في الشركة، وعلشان ترونكيتي بروفيرا يهديهم قال لهم انه من خلال شركته اللي بتمتلك 14% من بيريلي عمل اتفاق مع الصينيين على انهم مش هيتدخلوا في اختيار خليفته القادم، لان كان سنه في الوقت ده فوق 70 وكان باقي له 30 سنة ماسك ادارة الشركة، فخليفته ده يعني ترونكيتي هو اللي هيختاره، وبالتأكيد هيكون إيطالي، ومقر شركة بيريلي هيفضل زي ما هو في مكانه في ميلانو، وفريق الإدارة كمان هيفضل زي ما هو بدون أي تغيير. وفعلا يعني رجال الأعمال اللي في الشركة اطمنوا شوية، بس الاتفاقية دي كان فيها كده إيه مشكلة صغيرة، إن كان ليها نطاق زمني معين، والمفروض ان الاتفاقية دي كانت تنتهي في 2020 مع تنحي ترونكيتي بروفيرا. لكن قبل ما نوصل لسنة
2020 حصلت الحرب التجارية، وأمريكا أدرجت شركة ساينوكيم في قائمة مراقبة البنتاغون للشركات اللي ليها علاقة بالجيش الصيني. وبما أن بيريلي لها علاقة بالصينيين، فأمريكا فرضت على منتجات بيريلي المصنعة في الصين رسوم تقريبا 76%، والرقم ده كمان طلع ل 89%. يعني كانت كارثة كبيرة جدا لشركة بيريلي في إيطاليا. هنا ترونكيتي بروفيرا قام طالع بسرعة على الصين وحاول يحل الموضوع كده من خلال إقناع ساينوكيم ببيع حصتها، وإنها مثلا تبيع جزء كبير منها لرجال أعمال كان هو تواصل معهم من الشرق الأوسط ومن أوروبا، أو يعني الصينيين ياخدوا فلوسهم والشركة تعدي من العقوبات المحتملة. لكن الصينيين رفضوا، ووصلنا لسنة 2020 وعدت كمان وترونكيتي بروفيرا لم يتنحى، ووصلنا كمان لسنة 2022، وفي شهر سبتمبر تتفاجأ شركة بيريلي بطلب من ساينوكيم إنها عايزة تمارس حقوقها كاملة في متابعة الشركة والتحكم فيها أكتر. حقهم، أنا أكبر مساهم في الشركة و60% من أعضاء مجلس الإدارة بتوعي. واتفاقي مع ترونكيتي بروفيرا انتهى سنة 2020. وإثباتا للسيطرة، فساينوكيم جت من شهرين تقريبا وعملت اتفاقية مساهمين جديدة غير اللي كانت مع ترونكيتي بروفيرا واللي انتهت في 2020. وفي الاتفاقية الجديدة دي هيكون معاهم الحق في تعيين رئيس جديد للشركة، وساينوكيم وسعت صلاحياتها بشكل أكبر بما يتناسب مع حجم حصتها وفلوسها اللي موجودة في الشركة. هنا قام طالع ترونكيتي بروفيرا على الحكومة الإيطالية وقال لهم الحق، الشركة بتضيع لصالح الصينيين. وطبقا لصحيفة الفاينانشال تايمز بتقول انه عمل لوبي ضغط قوي على الحكومة الإيطالية للتدخل بسرعة. هنا الحكومة الإيطالية استخدمت ما يسمى بالقوة الذهبية، ودي قوة بتمنح الحكومة الإشراف على الصفقات اللي ممكن يبقى فيها خوف على الأمن القومي أو على الأصول الاستراتيجية للدولة. هنا انت هتقول لي طيب وفين الخوف على الامن القومي؟ دي شركة اطارات في الاخر. هقول لك الايطاليين بيقولوا انهم خايفين على براءات الاختراع عالية التقنية اللي بتمتلكها شركة بيريلي، واللي عددهم تقريبا وصل ل 6000 براءة اختراع. وفوق كل ده خايفين على البيانات اللي بتجمعها الشرائح الالكترونية المدمجة في الاطارات، ودي تكنولوجيا جديدة بيريلي واحدة من روادها. يعني بيانات المستخدمين ممكن تبقى في أيدي الصينيين. وكلمة البيانات مع الأوروبيين أو الأمريكان ده يعني بيبقى خط أحمر كده، كل حاجة بتقف أمامه. وبعيدا عن البيانات، فشركة بيريلي شركة مهمة جدا لإيطاليا، دي سابع أكبر مصنع للإطارات في العالم، عندها ما يقرب من 32 ألف موظف وموجودة في 160 دولة حول العالم، محققين السنة اللي فاتت إيرادات وصلت ل 6.6 مليار يورو. فالاقتصاد الإيطالي مش حابب إن هو يخسر شركة زي كده لو وقعت بالكامل في إيدين الصينيين، واللي ممكن ينقلوها للصين. فلذلك تم منع ساينوكيم من اختيار خليفة لقيادة شركة بيريلي. وكمان قالت الحكومة ان بعض القرارات الاستراتيجية هتتطلب موافقة 80% من اعضاء مجلس الادارة، يعني المزيد من التقييد على شركة ساينوكيم. وكمان قالت ان اللي هيعين خليفة للشركة فده هيكون تاني اكبر مساهم للشركة، الحق ده معاه. وتاني اكبر مساهم للشركة هي شركة كامفين التابعة لترونكيتي بروفيرا، يعني هو اللي هيعين الخليفة القادم لقيادة شركة بيريلي. فبكده الحكومة الإيطالية أنقذت شركة بيريلي. لكن تفتكر هل الصين ممكن تسكت على حاجة زي كده؟ هنا بعض الأشخاص اللي نقلت عنهم وكالة بلومبرج بيقول إن الإجراءات اللي عملتها إيطاليا بالشكل ده هي أقل قسوة علشان ما تعاديش الصين أكتر من كده، لأن في بعض الدول التانية في حالات زي كده بتجبر الشركات الأجنبية، الدول دي بتجبر الشركات الأجنبية على بيع حصتها والخروج من الشركة. فإيطاليا مرضيتش إن هي تعمل حاجة زي كده بحيث إن يكون يعني إيه حبل الود موصول مع الصين وما ينقطعش. لكن الصينيين
هيردوا بالتأكيد، وده طبقا لكلام ميشيل جراسي الوكيل السابق لوزارة التنمية الاقتصادية في إيطاليا، قال إن الصينيين أذكياء ومش هينتقموا على الفور، يعني الموضوع إيه؟ بياخد وقت معه. كمان بعض المحللين الآخرين قالوا إن رد الفعل الصيني ممكن يجي من غضب شعبي، غضب شعبي يؤدي إلى ابتعاد الصينيين عن العلامات الإيطالية، فلو حصل حاجة زي كده ساعتها دي هتبقى ضربة قاسية جدا لأي شركة إيطالية في سوق كبير بحجم الصين. فإيه بقى رد الفعل الحقيقي اللي ممكن يحصل من الصين؟ ده اللي احنا نعرفه إن شاء الله في الأيام المقبلة. وبس كده سيدي، دي كانت حكاية النهاردة. فلو عجبتك الحلقة أتمنى أنك تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وانشر الحلقة دي عشان تساعدنا في الانتشار. ودي قناة التليجرام، خليها عندك، هبعت لك رابط الحلقات الجديدة أول بأول كل أسبوع إن شاء الله، وشوف الحلقتين اللي جنبي دول لحد ما أنا أشوفك إن شاء الله الحلقة اللي جاي. شكراً.